تؤتي أكل أكل
الله الذي خلق
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا